نعم. طيب في سؤال بيقول حكم وجود حكم امرأة في كرة القدم، تعرف في سيدات اليومين دول بيطلعوا قال يعني النساء ماشي، لا وفي الدوري الانجليزي والدوري لا الإسلامي. انا ماليش دعوه، احنا لنا صبغتنا الاسلاميه، لنا يعني حكم سيده للرجال آه. لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لا هيحتاج مش بيروح ده بيقف وبيخلص ساعات من اللاعبين. طب نفرض في لاعب دفعها في صدرها، ده انا حاجه هتجري ازاي يعني تجري لبس شورت بتلبس، هذا لا يقول شرع. انت ما شفتهاش مولانا؟ لا 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 ارى ذلك، ده موجوده دلوقتي. انا لا عنديش. طيب يعني حكم كره القدم للسيدات عموما يعني اذا كان في صاله مغلقه للسيدات، انا دي قاعده فقهيه اصلا، لان ليا كتاب اسمه اخلاقيات العمليه الالعاب الرياضيه، على فكره لم يطبع بعد، وياما وعدوني ناس في الرياضه ان هم يطبعوه ويوزعوه، وفي عدم التعصب وفي، لكن على كل حال الرياضه أو الألعاب الرياضية للنساء تجوز في مجتمع النساء فقط، بعيدا عن الاختلاط بالرجال، مع مراعاة الاحتشام وتجنب الألعاب الخطرة كالملاكمة والمصارعة والتايكوندو وما يؤدي إلى الأذى. من يريد من أهل الرياضة كتابي متبرع به اسمه الألعاب الرياضية وأخلاقيات الألعاب الرياضية، لمن يريد أن يطبعه ويوزعه مجانا، وفيه كل ما يتعلق بمشروعية أو محظورات أو أنواع الألعاب الرياضية ومنع التعصب الكروي. سؤال أخير بقى قبل ما نختم، تفضل. حكم الزواج العرفي، أولا المطلقة يجوز، الأرملة يجوز أن يتزوج نفسها؟ أنت تقصد الولي؟ آه أيوة نعم، وهو ما عليه المحاكم المصرية وزارة العدل، حلال يعني. لكن العرف إن قصد بالسر لا يجوز، طيب لازم حتى لا ينسب إليه كلام، لا، إنما إذا قصد بغير الموثق لكن مع الإعلان يجوز، والأولى احترام دستور وقوانين ولوائح وزارة العدل من توثيقه منعا للمشاكل. جزاك الله خيرا يا مولانا، شكرا لك وكل الشكر والتقدير. انا اسف يعني كنت عاتبتك. لا 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 تعاتبني، انا اخوك، واحنا انا ببقى سعيد جدا بوجود حضرتك معانا. شكرا لك. ان شاء الله لنا حلقات اخرى في رمضان باذن الله، اخرى وبعد رمضان باذن الله. بارك الله فيك. مشاهدينا كده وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج بكل هدوء، كان معكم عماد الصديق، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله. بتدور على شغل ومش لاقي؟ AGE وفرت لك أكتر من 5000 فرصة عمل في أكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، العبور. كلمنا على 010-66-38-783 أو ابعت على واتساب 031-74-66-25. AGE شغلك موجود. لزيارة الفرع الرئيسي 6 أكتوبر الحصري، شارع السوريين، برج وور.